جوزت؟ ايه جوزت، جوزت نعمة بنت ابو ظافر الله يرحمه. بس انت رح تضلي عندي ست الكل وام الاولاد، ها يعني مو تفكري اذا تجوزت انه ما عاد اجي على البيت. اعوذ بالله وحياة عيونك لعودك عن كل شيء. انا ما عملت شيء بيخالف شرع الله. انا تجوزت من بيت لازم رجال، يعني ما تجوزت انه لانه جاي على بالي اتجوز. والله شاهد على هذا الشيء. خلاص خلاص خلاص. لك امي على مهلك، ما رح يهرب الاكل يا ما بدك تضلي فوق راسي، انا هيك بكون. ساره شوفي مين على الباب الله يرضى عليكي. يلا عمي يلا يلا طالع ابوك بينزل. الله بدك بطل. لك امي وين بتروح بهالاكل وانت معصمس عصمصه؟ وين بيروح يعني؟ طول النهار واقف بالدكان على رجلي، وين بيروح؟ وعلى قرقره قرقره ايه قرقره 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 عدي ضل قرقره. بعدين تعال قل لي هدول ما تحسبيهم غدوه علي؟ لكن شو؟ هدول تسكيرة الجوعة. لي على امك ما شاء الله وكان، ما شاء الله وكان. يلا يلا صحتين وهنا تقبرني. طولي بالك برا. شوفي شو صاير شباب برا. سعيد اتجوز عليها. الله لا يوفق. امي امي شو فيها؟ الله لا يوفق يا سعيد. بيطلع له بيطلع له الاندبوري. الله يكسر بخاطره مثل ما كسر بخاطرك إلهي. أخي أمي تحملت بعجرة وبشرة وكل شيء، وآخر شيء جبت ضرة الله لا يوفقه. يبعت له حمى هالمقوص، بحياتي ما حبيته. الله يستفل فيك يا سعيد على هالفصل الناقص. طولي بالك تقبريني. وران يا بوران. ايه يا بي. قادر قادر. لك قلتي لي بنت ابو صافير. اي نعم. شو عليه قبي؟ شو عليه؟ ده حقه وحقه وحقه وحقه. ما فينا نحكي. ايه والله ما فينا نحكي. ابي بيقول مثل اللي مثلنا تعول عنا، وهي مو جوازي. مو جوازي يا بنت، ما اني شايفه غير مو جوازي. هي هي طبخه طبخه، وبكره بتحترق وحتشوط كمان، وحتشوط قدام عينيك. وانت نقيه شو بدك؟ انا احسن لك تستني هيك لتحترق وتشوط قدام عينيك وتكبيها بالزباله هي واللي فيها، ولا بدك متضايقه؟ عادي رنخي هون قد ما بدك، عادي بيتك ومطرحك ابي، وانت هون سلطانه. شو بدك ابي نقي؟ شو بدك؟ ما بعرف شو ساوي يا ابي، رح جن ابي. انا بدي حمايك بس بدك تجني جني لحالك مو علي. هو من غير شي مجنون؟ لك حدا بيعمل عملته غير واحد مجنون؟ طيب شو ساوي؟ والله ما بعرف. بدك تدبقي ببيتك يا بنتي، الاحسن تسمعي اخباره ولا تشوفيها. قولي علي عليك يا بورا. الحمد لله على كل شيء. شو بدنا نسوي؟ الحمد لله. الحمد لله. بس مية وينها؟ لا تاكل هني يا مصطفى،
إلا ما يدبرها ربك وتفرج تقبري. معلش طولي بالك على قامتي عليك يا حبيبتي. طولي بالك يا حبيبتي. الله يفرجها عليك إله يا رب. السلام عليكم. الله يخليك، بدي المستشفى الطلياني. الطلياني الطلياني. أهلين عمي أبو عصام. بدي أسألك حكيم، رسمية إجت اليوم على المستشفى دي؟ رسمية ما إجت على المشفى. ليش قالت جاي لهون؟ إيه شلون لك، قالت رح تجي لعندكم وفي الأغراض تجيبهم وهيك شيء. عمي والله ما بعرف، يعني يمكن إجت وراحت ما شفتها. إجت وراحت. ايه يسلم ويسلم ويسلم ويعطيك العافية، يعطيك العافية. ماشي عمي أهلين. يلا يلا باللي صار وكيف هالكلاب وصلوا لهون. ايه سمعت.